السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مبارك عواشيركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. وانتم تشوفوا هذا الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك سبسكرايب باش تدعموا القناة. اليوم غنقدم لكم طريقة سهلة واقتصادية في تحضير الكريب بالطريقة الفرنسية. بهذه الوصفة غنحتاجوا كاس كبير تاع الحليب، معلقة تاع جي دورونج، خمسة معالق تاع زبدة مذوبة، معلقة سكر سنيدة، القليل من الملح، وكاس كبير من الدقيق. العبار باش عبرتو الحليب تعبرو بيه الدقيق. دابا البنات غندوزو لتحضير الكريم ديالنا. غنديرو كاس الحليب، معلقة ديال جي دورونج، خمسة المعالق زبدة مذوبة، غنزيدو جوج بيضات، سمحوا لي نسيتهم قبيلة ما قدمتهمش مع المقادير، بيضتان. معلقة كبيرة سنيدة، القليل من الملح، نخلطوا المكونات اللي عملنا في الخلاط الكهربائي، ومن بعد عاد نضيفوا كاس. دابا نزيدو نضيفو الدقيق، بهذا الشكل وتنزينوه بلاصوص الشوكولا، وانتم زينوه باللي متوفر عندكم. انا غنزينوه بلاصوص الشوكولا. ها هو، نتمنى يعجبكم وديروا لايك وسبسكرايب وزوروا القناه باش تدعموها، وشكرا.